لو خيرتم بين حكومة حروب المعلومات؟ نحن في حاجة إلى تأطير قانوني لنشاط المواقع الإلكترونية كانت موحدة. لازمنا تأطير أسس قانونية لنشاط الإشهار، لوكالات الاتصال، لوكالات صبر الآراء، وللإشهار العمومي. ما كانش إطار قانوني، سميناها التوطين القانوني لنشاطات الاتصال. إذا كنا في حاجة إلى قانون. ثانيا، قلنا نحن في حاجة إلى جزأرة بعض القوانين، على خطر هي قوانين أجنبية تتعامل بها وسائل الإعلام فيما يخص السمع، القطاع السمعي بصري خاصة، وأقصد هنا القنوات الخاصة تستجيب إلى قانون أجنبي وهي تنشط في الجزائر. نحن عندنا هنا ثاني مشكل تأطير قانوني يا أخي. هكذا حتى بالنسبة للاهتمام الثالث، وهو تعميم الممارسة الديمقراطية والمهنية للصحافة. هنا ثاني نحن في حاجة إلى إطار قانوني يجمع بين الحرية في الوصول إلى الخبر ونشر الخبر من جهة، والمسؤولية في ممارسة هذه الحرية، يعني احترام الأمن العام، الاستقرار، الحياة الشخصية تاع الناس إلى آخره. لما يكون القانون استقرار يكون، وإحنا في حاجة إلى قانون. كما نقولهم بالفرنسية، نقولهم حذاري من احتقار السند القانوني، لا كوسيون جوريديك لي ساكري. بالنسبة لي السند القانوني مقدس، ما فيش نشاط عفوي وفوضوي، ما كاش منها، يدير الخراب. هنا الربط بين القانون والحرية مليح، ويسمح ممارسة ما أسميها أنا ممارسة هادئة للحريات.